اهلا يا دراما، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هنرسم فيه دورق بشكل جديد، شكل رهيب جدا. في ناس كتير ما رسمتوش على اليوتيوب، ما اعرفش في حد رسمه قبل كده ولا لا، بس انا ما شفتش. فقبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا. رسمة النهاردة بسيطة جدا وجميلة جدا. هنرسم شكل دورق، شكل جديد في ناس كتير ما تعرفوش، لكن من احلى الاشكال اللي موجودة للدورق. طبعا كنا نزلنا فيديوهين عن الدورق قبل كده، وفي فيديو من سنة تقريبا، فهو في 3 اشكال على القناة لرسم دورق. لو ما عجبكوش الشكل ده او عايزين اشكال تانية كمان ترسموها، تقدروا تكتبوا في بحث اليوتيوب رسم دورق درغام ارت، هيطلع لكم الفيديوهات. زي ما انتم شايفين عملنا خط كده مايل شويه من تحت، يبقى قاعده الدورق، ونعمل نص دايره يمين ونص دايره شمال، وبعد كده نعمل خط مايل لجوه ويكون ضيق من فوق اضيق من القاعده بتاعته. طبعا زي ما انتم شايفين بعد كده هنيجي من الشمال ونمد الدورق لفوق كده بالطريقه دي، نعمل خط نازل لتحت كده، نطلع لفوق هنا ونعمل الخط كده زي ما انت شايف كده. احنا عملنا شكل دورق. هنيجي بقى نعمل شكل الايد بتاعت الدورق او اليد بتاعت الدورق. هنعمل خط كده مايل نص دايرة، بعد كده خط نازل لتحت، بعد كده نعيد نفس اللي احنا عملناه عشان يدينا شكل اليد بتاعت الدورق زي ما انت شايفين. طبعا احنا بنخطط تخطيط خفيف عشان نتاكد ان احنا ظابطين المقاسات. بعد كده لما نتاكد نبدا بقى، عايزين نتقل، عايزين نلون، عايزين نظلل، عايزين نعمل اي حاجه نعملها، ولكن اهم حاجه ان احنا نخطط تخطيط خفيف في الاول. طبعا رسمه النهارده بقلم اتش بي عادي، يعني مش مستخدمين اي حاجه احترافيه ولا اي حاجه، الرسم العادي بادوات عاديه موجوده في البيوت. طبعا اللي عنده اي رسمة عايزني ارسمها او اي شخصية عايزني ارسمها او عنده واجب مدرسي عايزني اعمله عشان يطبق معايا، فاكتبولي تحت في الكومنتات. اللي عنده اي استفسار عن الرسمة برضو اكتبلي تحت في الكومنتات، هرد على كل الكومنتات في اسرع وقت. زي ما انتم شايفين ببدأ اظلل الدورق بالقلم الرصاص، ايدي تبقى خفيفة كده في التظليل زي ما انتم شايفين، من الاطراف هيبقى ضيق شويه ويبقى داخل على فاتح، يعني بيتدرج من غامق لفاتح، من الـ 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 الاخر في الدورق او من الاطراف بتاعه الدورق يبقى غامق، وزي ما قلت لكم ندخل على فاتح. طبعا يا ريت اللي يرسم الرسم يبعت لي حسابي على الانستجرام او على الفيسبوك، هتلاقوا الرابط موجوده في صندوق الوصف. في ناس كتير بتبعت رسومات الفتره اللي فاتت، وصدقوني كانوا بيعطوا رسومات قديمة ورسومات جديدة، وكانوا بيطبقوا معايا في الفيديوهات لما انزلهم. والفيديو ده كمان هتلاقوا في ناس كمان بتطبق على الرسمة وهتبعت لي برضو، ولسه بيبعتوا لي. فالرسومات موجودة كتير، ناس كتير 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 مستواها اتطور بيبعتوا لي، وببعت لهم لو في اي اخطاء، وفي بث مباشر قريب هيتعمل لتصحيح الاخطاء. فابعتوا لي الرسمة، ده غير انها طبعا بشيرها عندي على الانستجرام او على الفيسبوك. فابعتوا الرسمة وما تكسروش، ارسموا الرسمة ورقة وقلم وابدأوا ارسموا دلوقتي. صدقوني ما تعرفوش يمكن الرسمة دي هي اللي تخلي مستواكم يتطور في الرسم. من الحاجات اللي ساعدتني وطورت مستواي في الرسم ان انا كنت برسم كتير جدا، كنت بشوف اي حاجة قدامي احاول ارسمها، لحد ما ابدأ بقى اتعلم كمان من اخطائي واشوف اخطاء. وكان الموضوع ده مش متوفر قوي ان انا ارسم رسمة واقعد اوريها لحد والشخص ده يبقى معايا كتير ويقعد يرد عليا ويقول لي لو في اي اخطاء او في اي حاجة، فالموضوع ده ما كانش متوفر قوي في الوطن العربي. فعشان كده حاولت اعمل القناة دي واحاول اساعدكم واعمل حاجة اللي انا معرفتش عليها، ان انا احاول اساعدكم في ان مستواكم يتطور، ان تقدروا في اي وقت تبعتولي رسمة او تبعتولي تطبيق للفيديوهات، فيديو من الفيديوهات بتاعتي، واعمل لكم بث مباشر واقيم في الرسومات واقول لكم على الاخطاء عشان لما تيجوا ترسموا تاني تتفادوا الاخطاء دي، وبكده تقدروا تطوروا من رسمكم. زي ما انتم شايفين يعني ظللناه كويس من تحت ومن فوق،
الاطراف تبقى غامقه زي ما قلت لكم، ومن جوه يبقى فاتح زي ما انتم شايفين كده. وطبعا القاعده دي تبقى غامقه كده، مظللين تظليل غامق شويه من تحت اهو. طبعا زي ما قلت لكم اللي هيرسم بقى الرسمه يبعت لي على الانستجرام او على الفيسبوك. مستني اشوف تطبيقاتكم وابداعاتكم اللي يعني كل شويه بتبهروني فيديو عن فيديو، فمستني اشوف ابداعاتكم الفيديو ده. طبعا بعد ما خلصنا تخطيط بقى نقدر خلاص نخطط بعد ما خلصنا تظليل نقدر نخطط الدورق كويس. بالنسبه للتظليل انا بظلل بصباعي، ممكن اظلل بمنديل او بورقه او بعواد القطن او الودانه او بقلم دمج او قلم تسيح، كل واحد يختار يعني الاداة اللي هو بيحبها او الاداة اللي شايف ان هي كويسة. طبعا بالنسبة للتظليل تقدروا تكتبوا في فحص اليوتيوب طريقة الدمج درغام ارت او طريقة التسيح درغام ارت، هيطلع لكم الفيديو كنت شرحت فيه كل ادوات الدمج او التسيح. بنجيب الاستيكة ونبدأ، طبعا الحتة في النص دي بتكون فيها اضاءة كده، فبنجيب الاستيكة ونمسح عشان يبقى فيها اضاءة، عشان الاضاءة ما تروحش، ممكن الاضاءة تروح احنا بنظلل او بنسيح. فعشان كده بعد ما نخلص التظليل بنعمل كده زي بالاستيكة كده خط عشان يدينا شكل اضاءة اهو. بظلل من غامق لفاتح، من الاطراف غامق ومن جوه فاتح، بحاول على قد ما اقدر اظبط الشكل. طبعا بالنسبة للايد من تحت برضو يبقى غامق، ومن اطراف كده الطرف الشمال يبقى غامق الطريقة دي. رسمة بسيطة جدا وجميلة جدا. طبعا زي ما قلت لكم في اشكال تانية موجودة على القناة الرسم دورق تقدروا تشوفوها، وتقدروا تشوفوا رسومات كتير. احنا رسمنا عن مواضيع كتير قوي قوي قوي، ولو في اي موضوع عايزين نرسم عنه اكتبوا لي تحت في الكومنتات، بحاول اي موضوع ارسم لكم عنه كذا رسمه، عشان رسمه ما عجبتكوش مثلا يبقى في بدايل، فاهمين يعني. دي من الحاجات برضو اللي بحاول اعملها في القناه، ان واحد داخل القناه ما عجبتوش رسمه لا في بديل، في واحد واثنين وثلاثه تقدروا ترسموا كذا شكل. فدي كانت رسمه النهارده، لو عجبتكم لايك، ومستني رايكم في الكومنتات. سلام. ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. مستني اشوف تطبيقاتكم على الرسمه في صندوق الوصف، هتلاقوا موجود الانستجرام والفيسبوك، خشوا وابعتوا الرسومات واقول لكم لو في اخطاء، وهنشجعكم وهشير رسوماتكم. فاشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامه.